صبحكم الله بالخير يا هالقطر. اليوم سوف يتم افتتاح هذه الباخرة ان شاء الله، خط ملاحي من دولة قطر الى دولة الكويت الحبيبة، وتتلوها خطوط اخرى كذلك. الان اصبحت دولة قطر منفتحة اكثر على العالم عن ما مضى. ما شاء الله اصبح الحلم حقيقة، ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه تقدرون تروحون بسياراتكم، فيه غرف نوم اكثر من 250 غرفة. بتكون رحلة ممتعة، بننقل لكم كل صغير وكبير اليوم الافتتاح. الان انا جاي بدري شوي، ما شاء الله تبارك الرحمن. بيكون موقعها في ميناء الدوحة عفوا، وما شاء الله العمل قائم على قدم وساق في ميناء الدوحة. ما شاء الله توسيعته بشكل كبير وشغل كبير، ما شاء الله اصبح الحلم حقيقة، وتنفتح خطوط اكثر واكثر. الان تقدر تروح بسيارتك لين دولة الكويت، والتكاليف اعتقد بتكون نفس تكاليف اذا انت تسافر بالسيارة. بنوافيكم كل الشروط اللازمة للسفر الى دولة الكويت. لها باب يا دخول يا خروج السيارات، ولها كذلك من خلف الباخرة لها باب بعد ضخم. هذه ينفتح الباب كامل ان شاء الله. هذه مثل ما تشوفون ميناء الدوحة، تكبرت الأرصفة بشكل كبير يواكب دخول الباخرات في دولة الكويت ان شاء الله لكأس العالم ان شاء الله. كيف ناطر هني اليوم الافتتاح ان شاء الله. بنشيل فوق 500 سيارة تقريبا، هذه الطابق الأول، الطابق الثاني، الثالث. الآن بنركب بالأسانسير ما شاء الله. نشوف ما شاء الله 10 ادوار. نزلنا من اللفت الان، هذه الاسانسير مثل ما انتم شايفينه 5 ستار. هذه اظنتي مقاعد قاعده تكون، يعني اللي ما يبغى ياخذ غرف اظنتي يقعد بهذه الطريقه في هذه الصاله الكبيره. ما شاء الله فوق، احنا طبعا هنا على الرصيف واقفه، تخيل المنظر وانت في البحر تتفرج. نفس الطياره، كلنا يبغى عند الجامعه عقب. ما شاء الله هذه المقاعد والجلسات العادية، التلفزيون موجود، تكرمون، الخدمات موجودة، عزكم الله الحمامات، كذلك الكافيتيريا، ومثل ما انتم شايفين الصالة كبيرة ما شاء الله. اعتقد انا الان ان هذه للمسافرين العاديين اللي ما يرغب ياخذ غرفة او انه اقل. طبعا اكيد الكل يبغي يم الشباك يم الجامعة. تخيلوا المنظر بيكون جميل جدا لو في البحر. الان احنا واقفين على الرصيف في الميناء، هذه الكراسي بالاعداد باحجامها كبيره، في كل دور يمكن في ثنتين ثلاث نفس الشيء. مثل ما انتم شايفين الباخره، هذه الوينش ما شاء الله تبارك الرحمن، والثاني هناك شوف كبر، في كل طرف فيها نفسها. وهي خاصه اظنتي بالموظفين واللي يشتغلون، كذلك في غرف ألعاب للأطفال متواجدة. حتى في بين الممرات في كراسي الجلسة، مكاين الكوفي موجودة، كأنكم داشين ما شاء الله تبارك الرحمن مجمع، كل شيء موجود. تشوفون هني اللي يبغى يشتري ما يرغب يشتري، فهذه الأسعار تكون موجودة ومحطوطة. تقريبا الأسعار مناسبة، ريال ونص و يعني ثابتين. الان استعدادات، حتى ماكينه الاي تي ام بتكون موجوده ان شاء الله حق السحب والصرف، وكذلك تبديل العملات هنا في مكتب. كذلك بيكون موجود سوق حره نفس المطارات، تقريبا في كل دور كذلك موجود بيكون. كذلك يوجد مستشفى في الباخره، عياده خاصه سبحان الله. طبعا الحين ما في مستشفى مثل ما انتم شايفين، مسقر بغرف نوم، وفي ذي اللي يتعب ولدوران البحر. هذا المستشفى صغير، هذه غرفة العلاج بعد ما شاء الله.
تكرمون الحمامات في كل مكان، كل مترين تكرمون تواجد الحمامات مقفولة بنشوف. أوكي. توجد صالة ألعاب البليارد، بيبي فوت، حتى الهواة الايفون والالعاب والجيمز يجون هني، يكون في جلسه كامله موجوده. بالاضافه لهنا غرفه الطعام بعد موجوده، طاولات، اظنتي مطعم. هذه الستار تبطل خاصه اذا تحرك اللنج. كذلك توجد بعد العاب بعد للاطفال، وهني جلسات. نحاول نختصر الفيديوهات، الفيديوهات تكون مقطعة بس عشان بسرعة نغطي على عجالة. شوفوا، يكون هني سوبر كافيتيريا أو سوبر ماركت، وكذلك الجلسات موجودة في كل مكان ما شاء الله تبارك الرحمن. ما أقدر أغطي يعني صراحة، يعني نفس الفندق ما شاء الله يمكن أكبر من الفندق تبارك الرحمن. شوف الجلسات على مد النظر، والكراسي الكاي بعد موجودة هني. نشوف الكراسي، نشوف الجلسات هني موجودة كلها أنواع وأشكال. كذلك توافر الأمن والسلامة عندهم بشكل كبير، وحريصين عليه في كل دور وفي كل جزء موجود. الأمن والسلامة موجودة في كل قطعة وفي كل شبر في هذا اللنج. ذكرت لكم في كل دور موجودة دار مدارة لين وتروح يسار. حتى الطاولات تبي شطرنج تلعب عليه تتسلى في هذه الفترة. ألعابهم الثانية ما شاء الله، ما أركب اللفت أنا، بالدري وياهم ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله يا جماعة، براد براد. شو هني كافيتيريا، ترى هاي الدور ثاني، ترى الصالة هني في بلكونة تطلع برا، تجلسون برا اذا تبون يعني توقفون. شوفوا مقدمه السفينه هذه، طبعا اللي يبي تصوير ويصور اللي هو التصوير مثل تايتانيك. شوفوا هذه الكبسولات مالت الانقاذ موجوده كذلك متوافره، والقوارب مالت الانقاذ كذلك. هاي ممكن الواحد يوقف هني ويصور فوق تحت، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن. كذلك توجد لوحات إرشادية في كل مكان، كل مكان، والأسانسيرات في كل مكان متواجدين فيها ما شاء الله. وين نروح، يمين يسار، عالم دنيا ثانية ما شاء الله. البراد، مكيفات. شو هذه صالة بعد من الصالات، كل مكان الصلاة متواجدة والقعدات. براد براد ما شاء الله ما شاء الله، واقفة ما شاء الله براد. طاقم ضخم يشتغل فيه. هني أظنتي البوفيه، كل دور فيه بوفيه وفي مكان يعني تطلع من غرفتك اتي البوفيه. كل دور لا بروح البوفيه ترى خاص فيه. شاي طبعا. How are you? Good morning. Good morning. يا سلام. عندنا حطوا شيء هني ولا لا؟ سمبوسة. العصائر فريش، والقهوة العربية موجودة كذلك، والكوفي وأنواع. هذه بعد المطبخ يخدم البوفيه، تأخذ الشيء اللي تبغيه هنا وانت طالع. للحين بس طبعا اليوم واقفة، لكن ما بيشتغل إذا تحرك تحركت الباخرة.
مرحبا. مرحبتين، كيفك؟ الله يسلمك. كلمنا عن المطبخ. المطبخ زي ما انت شايف كده بيبتدي تخش من هناك، لان نعم. المطبخ ده هو هيلب سيرفيس، بتاخد من الدش من هناك. أيوة. بتاخد طلباتك من هنا، بتنقي اللي انت عاوزه. بس طبعا احنا لسه مش شغالين. اي عارف بتاعك. عارف، لان ده قسم السخن وده قسم البارد حق السي فود. اظنتي هذه هني مثلجات. ايوه، ده كل ده قسم البارد، حاجات البارد. وهنا الفينش بتاع الايتمز الاوردر. مشكور حبيبي. ما شاء الله، حتى المكان السيرفس، الاسانسيرات خاصه حق السيرفس. شوف كم واحد، 1 2 3 في كل جزء. هذا حق السيرفس، حق المطابخ، حق خدمه الباخره. تقريبا تشيل فوق 500 سياره تقريبا. هذه الطابق الاول، الطابق الثاني، الثالث. الان بنركب في الاسانسير. ما شاء الله، نشوف. ما شاء الله 10 ادوار. نزلنا من اللفت الان. هذه الاسانسير مثل ما انتم شايفينه، 5 ستار. هذه اظنتي مقاعد قاعده تكون، يعني اللي ما يبغى ياخذ غرف اظنتي يقعد بهذه الطريقه في هذه الصاله الكبيره. ما شاء الله فوق، احنا طبعا هنا على الرصيف واقفه. تخيل المنظر وانت في البحر تتفرج. نفس الطياره، كلنا يبقى عند الجامعه عقب. ما شاء الله، هذه المقاعد والجلسات العادية، التلفزيون موجود، تكرمون، الخدمات موجودة، عزكم الله، الحمامات كذلك، الكافيتيريا، ومثل ما انتم شايفين الصالة كبيرة ما شاء الله. اعتقد انا الان ان هذه للمسافر العادي اللي ما يرغب ياخذ غرفة او انه اقل. طبعا اكيد الكل يبغي يم الشباك يم الجامعة. تخيلوا المنظر بيكون جميل جدا لو في البحر. الان احنا واقفين على الرصيف في الميناء. هذه الكراسي بالاعداد باحجامها كبيره، في كل دور يمكن في 2 3 نفس الشيء. توجد صاله العاب البليارد، بيبي فوت، حتى لهواة الايفون والالعاب والجيمز يجون هنا. يكون في جلسه كامله موجوده، بالاضافه لهنا غرفه الطعام بعد موجوده، طاولات، اظنتي مطعم. هذه الستار تبطل خاصة إذا تحرك اللنج. مثل ما أنتم شايفين الباخرة، هذه الوينش ما شاء الله تبارك الرحمن. والثاني هناك شوف كبر، في كل طرف فيها نفسها. وهي خاصة أظنتي بالموظفين واللي يشتغلون. كذلك يوجد مستشفى في الباخرة، عيادة خاصة سبحان الله. طبعا الحين ما في مستشفى مثل ما انتم شايفين، مسقر بغرف نوم، وفي ذي اللي يتعب ولدوران البحر. هذا المستشفى صغير، هذه غرفة العلاج بعد ما شاء الله. تكرمون، الحمامات في كل مكان، كل مترين تكرمون تواجد الحمامات مفعولة. بنشوف. اوكي، كذلك بيكون موجود سوق حرة نفس المطارات تقريبا في كل دور. كذلك موجود بيكون شوفوا هذه الكبسولات مالت الانقاذ موجودة كذلك متوافرة، والقوارب مثل الانقاذ كذلك. هاي ممكن الواحد يوقف هنا ويصور فوق تحت، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله يا جماعة، براد براد. شو هني كافيتيريا، ترى هاي الدور ثاني، ترى الصلاة هني في بلكونة تطلع برا، تجلسون برا اذا تبون يعني توقفون. شوفوا مقدمة السفينة هذه، طبعا اللي يبي تصوير ويصور اللي هو التصوير مثل تايتانيك. هذه بعد المطبخ يخدم البوفيه، تاخذ الشيء اللي تبغيه هنا وانت طالع. الحين بس طبعا اليوم واقفه، لكن ما بيشتغل اذا تحركت الباخره. مرحبا. مرحبتين، كيفك؟ الله يسلمك. كلمنا عن المطبخ.
المطبخ زي ما انت شايف كده بتبتدي تخش من هناك، لان نعم. المطبخ دوت هيلب سيرفيس، بتاخد من الدش من هناك، أيوة. بتاخد طلباتك من هنا، بتنقي اللي انت عاوزه. بس طبعا احنا لسه مش شغالين زي ايه، عارف عارف، عارف، لان ده قسم السخن وده قسم البارد حق السي فود. اظنتي هذه هني مثلجات، ايوه ده كل ده قسم البارد، حاجات البارد. وهنا الفينش بتاع بتاع الايتمز الاوردر. مشكور. هني اظنتي البوفيه، كل دور فيه بوفيه، وفي مكان يعني تطلع من غرفتك اتي البوفيه، كل دور لا بروح البوفيه ترى خاص فيه. شاي طبعا. How are you? Good morning. Good morning. يا سلام. حطوا شيء هني ولا لا؟ سمبوسة. معجنات والعصائر فريش. والقهوة العربية موجودة كذلك، والكوفي وأنواعه. طبعا الغرف في مقاسات، غرفة صغيرة تكون، هذه مو بجاهزة ترى، بس لأن كلها مسكرين. وعندك مغسلة هني، يعني مو بعد تعتقد انك في فندق وتبقى غرفة وتمشى، فهذه مو بجاهزة يعني. بس عشان التصوير عندهم سيرفس تنظيف الحين مثل ما انتم شايفين، حتى عاطين النايلون. طبعا الغرف انواع، هذه غرفة من سريرين صغيرة، وياها تكرمون تكرمون حمام. انواع الغرف ترى ما يعني المشكلة مسكرينها. و هذه الشباك الطول، هذه البحر. سنة فيها براد الباخرة عجيب. الغرف مقاسات طبعا، طبعا هم يشلون السفتي ترى، هذه الأشياء اللي بيسكن هم يفرشونها بهذه الطريقة. هذه دبل الآن، هاي والله بالغرف نحصلها بالصدفة مفتوحة يعني، ما أدخل أصور. هذه مثلا ما فيه شباك تطلع البحر. وهذه السينما تقضي وقتك، عندهم الافلام موجوده. شوفوا السينما، شوفوا المسافه بين الكراسي مريحه، والكراسي كذلك بعد مريحه. هذه السينما على طول تطلع من السينما. وين تطلع؟ اطلع شوف هالمنظر الجميل في البحر. المنظر ولا اجمل، روعة روعة. ما شاء الله يخربح، قطع تلفوني خلاص. يعني ارتفاع فندق، انا العين ارتفاعي مثل ارتفاع فندق شيرتن تقريبا، ما يبين لكم التصوير العمق والبعد. فوق بعد ما ركبنا فوق بعد زيادة لي. غرفة 826، ادش بكرتك مثل الغرفة هذه حق شخصين، هذه تبطل. لكن يا جماعة براد مش طبيعي، شوفوا المنظر، تخيل اذا تحركت يعني الباخرة هذه. يعني ما ادري عاد شنو بعد. هاي الكبت، وفي السفتي بعد موجود. هاي الغرفة كبيرة، الغرف ما شاء الله انواع واشكال، كل مكان يختلف عن الثاني. تبي تركب فوق بالليفت بالاسانسير بالدري من برا من داخل الباخرة، عد على كيفك، اختيارات متعددة. هذه قاعدة هني حق التصوير، هذه قاعدة حق التصوير.
هني تنزل هليكوبتر للحالات الطارئة، تنزل هليكوبتر هناك جلسة فوق نركب نشوف. ما يوفرون كهرباء. هذه الجلسة لو في هواء ولا يعني في ناس يتضايقون مع تحرك الباخرة من الهواء، هذه مسكرة وممكن انك تشوف المناظر الخارجية. هذه استراحة يعني موجودة. مثل ما قلت لكم موضوع الأمن والسلامة هذه من أهم أولويات الباخرة ما شاء الله عندهم. أنا لما وياي هالنشمي والله ضعت باخرة كبرها ما شاء الله. هاي خريطة الباخرة بتعرف انت وين. طبعا غرفة الكابتن عليها امن ولها ارقام سرية، فيتريق هو الان. كنت بصور بديش بصور وياه ما شاء الله. طبعا غرفة الكابتن عليها امن ولها ارقام سرية، فيتريق هو الان. كنت بصور بديش بصور وياه ما شاء الله. انا في الدور التاسع هاي اللفت. كل مكان الاسانسيرات متوفرة ما شاء الله. Thank you. Thank you. هذه الجلسة لو في هواء ولا يعني في ناس يتضايقون مع تحرك الباخرة من الهواء، هذه مسكرة وممكن انك تشوف المناظر الخارجية. هذه استراحة يعني موجودة. هذه من المطبخ مكاين غسيل الصحون والقلاصات. انا لعبتي المطابخ طبخون خثاق. طبعا اللي حاتون التدخين والمدة الطويلة في اريا للتدخين، في منطقة خاصة للتدخين موجودة في الطابق الأخير. فيها بعد الجامعات مبطلة والمراوح ومكيفة. ومكيفة يعني ما شاء الله. طبعا الافتتاح اليوم وجولة تعريفية على الباخرة. شوفون بوفيه
بسيط، فترة الفطور هذه فقط فطور الآن. طبعا البوفيه هني، هذه مكان تطلع من غرفتك تطلع هني في البوفيه، وقت الغداء يكون بوفيه غداء، وقت العشاء بوفيه عشاء. طبعا الخدمة اللي في اللانج من فندق هني، عندنا فندق 5 ستار. هذه سيجسيور ألمانية ب 45,000. هذه إيش؟ سيجسيور ألمانية ب 45,000. سيجسيور سويسرية ب 70,000. سيجسيور ب 35,000 ألمانية. براونينج بلجيكية ب 90,000. سيجسيور ألمانية ب 35,000. هذا ألماني قال عنا. هذا ألمانية اثنين. كم طلعت هذه؟ هذا 35,000. وذاك اللي فوق بلجيكي يقول ب 17,000. لا والله ما ادري كم عليه. كلها ألمانية بس دائما تجي كم عليه. هذه احد الغرف كذلك جاهزة. تشيل 4 أشخاص. يا سلام. هني البحر عندكم ما يحتاج. تفرج. في ناس تمر عندك الخصوصية. وتكرمون فيه حمام وكبت وروب ما فايف ستار. وهذه التواليت تكرمون حمام عزكم الله. الغرف فيه اكثر من 5-6 انواع من الغرف ترى. يعني هاي حجمها وايد حلو مناسب. طبعا اذا الباخرة فيه وقت السرفس والنظافة يحطون نيلون، هما وقت السفر يشلونه. This cabin with double bed. هذه غرفة دبل مثل ما انتم شايفينها. يا سلام. طبعا عندك المنظر هني، وهذه فيها تلفزيون. تختلف الغرف وهي تكرمون الحمام اجلكم الله. وفيها تلفزيون وفيها صالة ومكتب. هذه 5 ستار هني، في كوفي اي مثل جناح يعني اختلف. طبعا هاي غرفة الامن، يتابعون كل التحركات اللي في الباخرة يصير. طبعا هذه هني الكابتن كامل، القيادة الطاقم كامل هنا. نشوف هذه هني غرفة الكابتن ومساعدينه مثل ما انتم شايفين. كل الأجهزة والمساعدين والأجهزة الملاحية وكلها في هذه الغرفة التحكم هني. طبعا هذه الغرفة، هذه مكاننا، هذه اللوحة تبين شو اللي يشتغل ما يشتغل، كل شيء هني مبين. التحكم والقبطان ومساعدينه والأجهزة الملاحية اللي تساعده والخرائط. هذه الأجهزة مثل ما انتم شايفينها كاملة. نشوفون كل شيء، كل صغيرة وكبيرة. طبعا خصوصيات الغرف ما فيها، الممرات للأمن والسلامة كلها موجودة، يعني مراقبة شاملة. السكان شو كبر بس هني القبطان يوقف، الكابتن كلهم هني يكونوا مساعدينا كلهم.
كل واحد على شباك وجهاز قدام عنده أجهزة. ما شاء الله في كل تقريبا 50 متر تكرمون في حمامات للحريم وللرجال. مغاسل وفي مسوين حمامات تكرمون خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة ما نسوهم في كل الباخرة. هذه تكرمون حمامات وهناك كذلك الاحتياجات الخاصة وبهذه الطريقة الحمامات. شغلوا الموسيقى الحين. هذه حق الشاور السبوح، مو بشرط اللي ما عنده غرفة انه يضيع، يقدر يسبح ويقدر، مو بشرط انه عندك غرفة. كذلك حمام الحريم ما شاء الله، حمام الحريم اكبر بعد مسوينه باللون الاحمر غير لونه. طبعا ما قصروا، سووا مسجد صغير، مكان حق الصلاة، خلفه مكان العاب للاطفال، وهني حق الصلاة مخصص، وهني كذلك مكان للالعاب للاطفال، وهني استراحات مثل ما تشوفونه.